هيك عملت الحالة. لمين تركتني يا حسن؟ مين؟ أدوره بقى شو صار لك سامر؟ رح يشتلقوا. أمير كل الوقت عيونه عليك. اسمع شو بدي أقول لك، بلا ما يجينا وجع راس من هاي القصة. يلي صار كله بسببنا. نحن كان بدنا مصاري حسن، بس ما أكتر. ما حدا كان عارفان هيك رح يصير. بعدين وين كان ضميرك لما أخذت المصاري وصرفتهم؟ شو تغير هلأ؟ لك الزلمة توفى. شو؟ توفى. شو دخلنا؟ نحن بس طالبنا بحقنا. ما حدا طلب من حسن يعمل هيك. شو بنعمل إذا ما قدر يتحمل وطلعت حياته مو مهمة قدام المصاري؟ ايه الله يسامحه ويصبرنا. ليش عملت هيك؟ ليش؟ صبرك انت وولادك. معلش معلش، طولي بالك طولي بالك. انا رح ضل دائما جنبك، ما تنسى.